الظلال. شديد بعدهم تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية خنشلة من توقيف شخص في العقد الثاني من العمر في قضية حيازة مواد ذات خصائص مخدرة ذات منشأ أجنبي. الوقائع القضية تعود إلى ورود معلومات إلى فرقة البحث والتدخل بأمن الولاية، مفادها وجود صفقة لبيع مؤثرات عقلية شبيهة. واستغلالا لهذه المعلومات مكنت عناصر الفرقة من تحديد مكان وهوية الشخص المشتبه فيه، وعليه تم حجز وضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية الشبيهة تقدر ب 836 كبسولة ذات منشأ أجنبي متأتية عن طريق التهريب لغرض بيعها بطريقة غير شرعية.